لا حركة هنا ولا جنود مصابين أو جرحى رغم رواجهم في يوميات الحرب. لا يعني هذا الفراغ في أروقة المستشفى العسكري بالجوف توقف عداد القتلى وانتهاء المعركة الممتدة منذ 5 سنوات، لكنه التسيب والإهمال الممنهج أو ما يمكن تسميته بالعبث الذي يقودنا إلى واقع المؤسسة العسكرية ودوائرها المشبوهة، ويفتح الباب أمام احتمالات كثيرة من بينها الفوضى الإدارية والمالية التي أحالت هذا المرفق الصحي إلى مبنى مهجور إلا من مخلفات أفراد الحراسة. تم تسليم مبنى من المباني الحكومية للأخوة في المنطقة على أساس أن يتم تفعيل المستشفى العسكري، وهذا التاريخ كان قبل عام أو أكثر من الآن، ولكن للأسف إلى الآن لم يفعل وهو فاضي ولم يتم تشغيله. كان لهذه الأسرة أن تتسع لجرح الجيش الوطني الذين تكتظ بهم كشوفات المنطقة العسكرية 6 وتضيق بأوجاعهم المستشفيات والشوارع والمطارات بحثا عن العلاج والرعاية، فيما غرف وممرات هذا المستشفى العسكري خارج الخدمة، بينما كان من المفترض أن يقدم خدماته للجرحى ويعفيهم عناء الإصابة في معركة استعادة الدولة. جرحت في جبهة العقبة وبترت أحدى قدمي، ولكن للأسف المسؤولين لم يهتموا بالجرحى، أنا وغيري. بقلوبه مستشفى العسكري الذي في آل همام مغلق. احنا ما أول مرة نقولوا إنه مستشفى عسكري ولا زال مغلق للآن، ونجينا المستشفى العام إلى بعض العلاجات، والله يعطونا العلاجات أوراق لخارج وناخذها بفلوسنا. لا مبرر لهذا التوقف الذي يشهده المستشفى العسكري بالجوف، عوضا عن تخرب إدارته ورفضها الإدلاء بأي تصريح يخص موازنة المستشفى وأسباب توقفه وعدم تقديمه الخدمات الطبية، رغم جاهزيته واحتوائه على غرف عمليات وعيادات متكاملة يمكنها استقبال مرضى وجرحى الجيش الوطني. لتبقى الأسئلة مفتوحة على مصير هذا المستشفى وأسباب توقفه في الوقت الذي يسقط الكثير من جرحى الجيش في معارك استعادة الدولة، هم بأمس الحاجة إلى مستشفيات تستوعب إصاباتهم وتداوي جروحهم المفتوحة في مذبح الوطن. علي الجرادي، قناة بلقيس، الجوف.